عن جد بنصح كل الناس، انا كنت كتير ليزي وما الي جلادي، بقول كيف كل يوم بيعملوا سبور؟ بس تبلشي بتتحمسي وبتحسي صحيا صرتي احسن، والجسم الشيب أكيد تفرق، بتصيري مبسوطة. خيي بلش بالجيم، هلا هو صار يعني بيروح على الجيم بشكل كتير طبيعي. فأول مرة قال لي كان في كتير بنات ما إلي عين عم بيشيلوا أوزان، ما إلي عين أنا إنه بلش بأوزان كتير خفيفة، ففات فيها بالعرض أوزان راح نام. كل ما أكون أنا زعلانة أو شيء لازم يخبرنيها بتضحك، نام. قام الصبح بدي اروح على الشغل، مش قادر. قال لي جرب اب، ما يقدر اب صار ينزل ايد اجر نزل على الارض، ومن الارض نص ساعه لوقف عدل كل جسمه.